ناشد الحكومة والناشد المرجعية والناشد الناس الخيرة عن أبناء عن أبنائنا ذول اللي هم انفقدوا وخذتهم القوات الأمنية من ستة ثلاثة ألفين وستة عشر ما نعرف مصيرهم وين ما وين ولدنا مو دواعش لو دواعش يعني قلنا إلى جهنم وبأس المصير بس ما لهم لد لا بداعش ولا غير داعش وهذه عوائلهم اللي ظلت هسه بس الأطفال, الأطفال والنساء وقاعدين بهيكل شادر من شكل بطانيه وشادر عتيق وقاعدين جوا ولا صيفنا صيف ولا شتانا شتاء والناشد الحكومه انه تبحث لنا عن, عن اولادنا هذه شوف وين مصيرهم ميتين يقولون ميتين تحت نقطع قطع نفسنا طيبين يقولون يابا يا طيبين تحت الناس تعرف مصير ابناها وين لا راتب لا شيء لا وين تروح هاي الاطفال وهاي النساء رسالتي للدوله ما اطلب من عندهم ما اريد من عندهم حتى طريق المعيشه ما ريد من عندهم اريد من عندنا بس ولدنا بس يبحثون عنهم وصيرهم وين؟ ميتين يقولون يابا ميتين تعال نقطع انفسنا. طيبين يقولون طيبين حتى انت تامل رحمه الله اولا والثانيه رحمه الحكومه ترحم بحال هاي الناس اللي اللي ظلت ايتام ونساء ارامل. وشان راحوا احنا على بحيرة الثرثار نحن نازحين من القصف وضيم الدواعش على بحر الثرثار جتنا القوات الامنيه حملنا بسياراتنا تلقينا القوات الامنيه وكرشت الناس واخذتها كلها. غير واحده 125 زلمه. زين 125 هجري ما كلهم دواعش؟ والله ما بهم الداعش. لو بهم داعش الا اقول الى جهنم بأس المصير. بس والله ما بهم الداعش. الداعشي ولا طب منطقتنا. دواعش يعرفون من وين؟ دواعش انهزموا. ووقعوا بالناس الابرياء اللي هي هي ما لها ذنب. اعتقلوهم وراحوا اليوم, اليوم صار هاي رابع سنه ما نعرف مصيرهم وين ما وين. احنا عانينا ما عانينا. الشعب العراقي مو بس انه انا وانما الشعب العراقي والمحافظات الغربيه كلها عانت ما عانت بالتهجير من ضيم داعش بعد من طبت القوات الامنيه للتحرير وهالصوره هي توضع عن نفسها هذه العوائل اللي ولدنا كلهم انفقدوا ما نعرف مصيرهم ما وين بس ظلت النساء والاطفال ومعيشتهم صعبه ومن تاريخ الاختفاء مالهم من اخذوهم من 6 3 2016 لحد الان هاي صار رابع سنه ما ادري مصيرهم وين وظلت بس العوائل الاطفال والنساء وما نعرف مصيرهم وين ما وين طيبين ميتين نريد يحيون نعلمهم اذا هم ميتين يقولون يا ابا ماتوا اذا هم طيبين يقولون طيبين حتى نعرف انه طيبين تاملهم وناس ابرياء ما عدا شيء وطريق المعيشه صعب هسا هذا حال حال هاي العوائل الصوره هي توضح عن نفسها حال هذا العوائل اللي قاعده قاعده جوا 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 جو شادر من خيم من بطانيات مسوينه وقاعدين قاعدين جوا ولدنا مو دواعش بس الـ الـ الداعش هو لو ينهزم لو ينشتل احنا لو نريد نهزم كان هزمنا بس احنا, جي احنا جينا على القوات الامنيه وكرشوهم اخذوهم الغريه بغريته مو تقول بس ولدي اني يعني. انا يعني من غريه واحده 125 زلمه راحوا ما نعرف مصيرهم وين صار الغصف وهالوضاع ومن اللي الجزيرة جو حزب الله والمشتركة وخذوهم ومشوا قالوا هسا بس عندكم حاتم مهد لكم إياهم والراحة راحة وثانيا أنا ست أيام ما هداهم ظلنا شهر هناك على البحيرة لنا الجوع والعطش والجهالة التصايح والضرب عنا ردنا نموت ضربين من جو من هي من هي الدواعيش طاحوا بالجيش وعلنا يضربون والله لو ما نخدت الوي الراق كنا لا ما خلنا معدنا الواحد يشهد الله وهناك شهر ظلينا وثلاث ايام وسوانا كتاب وجابونا هنا التكريت والله يا بجوع وعطش وضيم وفراق ولدنا راحة وما ندري هم وين ما وين تدري غلاءة الظن اشنا ولادي ما لي هالدنيا غيرهم ثلاثه قبل راح لي واحد عمره 17 سنه وثلاثة خذوهم وولد عم الحج خمسة وولد أخوه ثلاثة ولو حيد إلى إيه هالساعه خبر يجينا حياك شذب ما احنا متأكدين على على الحقيقة متنا ذهقنا ما عاد نقدر هنيال الواد ما تنتحير ما ايش يصير بيها تمرضنا يا يابا متنا بلكي الحكومة تسوي لنا حال بلكي المرجعية ما متنا ما عاد نقدر على شيء هاي الوادم تدعيشه هاي الجهال دايحه النساوين دايحه طاشه حتى احد لو تروح على الطبيب ما وياها اللي تمرض ما يقدر يروح على الطبيب من الضيم، من العوز وسووا بينا ما سووا ما حد يفعل يفك حلقه وتكلم من الحكومه متنا يا هذا عنده جوقه هذا عنده جوقه هذا عنده جوقه كل واحد سبعه وثمانيه وعافاهم وشو خير دقولهم محاسبة يهدونهم شنو المشكله وبلاغات طلعنا لهم غيبوبات طلعنا لهم والكتب كلها صورناها والامنيات ووديناها لبغداد على محكمه الساعه والراحه راحه ما شفنا كل شيء من هالحكومه لا حد يدعي لا حد ما حد يفعل اسمع السالفه كل ساعه يجون قناه الرشيد ويتبشرون ابشروا ابشروا وقناه صلاح الدين والله يابا متنا يا وليدي ولا ادري راح ما ادري هم وين ما وين اللي يجيب لنا منهم خبر طب الجنه قبل زهقنا يابا متنا متنا اكو واحد يفارج ضناوي ويظل دايح غير احنا الشياب هاي الجوقة كلها غير الشايب انا والشايب عليهم الله يشهد شو نسوي يا ابو جوع مسنا عطش مسنا كله متحملينه بس نريدهم هم بس نريد اولادنا ما كل شيء والله يا ابو برين بمام الله كل شيء ما عندهم والله يا ابو ما عندهم كل شيء خذوهم اللي ما تهدونهم شو نسوي هم المجرم هم انا يعني هم يسوون بهالشكل احنا صارنا اربع سنين ونص هسا من تحرج بحارة ثرثار خذ خض... ابويا هسا احنا ما نندلوان ن... ن... نريد من الحكومه نريدها هم السجناء 11 واحد بس من عندنا خذوا ما ندري وين خذوهم هسا انا اريد اشتري هدوم للمدرسه ما عندي حتى المدرسه ما يسجلوني الا ابويا هنا وابويا بسجن انا اريد ابويا من الحكومه الحكومه اخذتها ما راحت بيها احنا قاعدين في الخيمه لا لا زلامي كل شي ما حتى كرهبة ماكو واحنا لما ابويا ما, نقدر نسوي شيء أبوي اخذ ال حزب الله خذوه هسه ما ندلوان حتى عيشة ما نقدر عليها الخبزة ما نقدر عليها واحنا قاعدين بهاي الخيمة هي حارة يابا اولادي خمس ما ادري هم ما. اليوم صارهم اربع سنين مفقودين ما فغو ادري ما ما ميتين حيين واحنا حالتنا تشوفون شلون حالتنا غير النسوان ما عدنا والي خاص انا ارمله اتهامه برقبتي بنات وما عندي الولد يشتغل طب علي غير البنات واسعد قاعد اللي جوا خيم قاعدين ونقول الحمد لله شكرا هسه بس نريد اولادنا ميتين حيين نريدهم ما نريد غير من الحكومة يجيبون أولادنا يظهروننا اياهم ميتين حيين أشوف حالتنا شلون مبهدلين لا والي لا زلمة لا شي غير النساء ولدنا مفقودين اليوم صارهم أربع سنين ما ادري هم ميتين ودري حيين لهم دواعش لا عندهم أي شي لا عندهم شي شان ما صار بهم ما صار والله لا حلبوس قدم لنا شيء ولا كل شيء احنا حالتنا سريد وس ولدنا ما نريدهم ميتين حيين ريدهم لا دواعش ولا يذكرون بدواعش ولا يلونهم دواعش انا هسه طالعين وهلا دواعش هسه عايش الله بدالك واحنا هسه ما عدنا شيء نريد الموت الموت من الجوع والضيم ولا زلمه لا شيء غير النساء دحر قاعدين جوا لايلون فالحر وهالضيم لا كرهبا لا شيء وحالتنا حاله شوفت عيونكم لا والي غير النساء قاعدة لا رواتب لا شيء الواد متيت تموت لا فوق ما زلم ماك وشي واد حشن حالته ولدنا خذوهم جت ما نعرف حاشد وما ادري من اخذهم خذوهم وما ندري ها صار لهم اربع سنين ما ندري هم حيين طيبين وما حد يصد علينا ولا هم دواعش ولا عندهم شيء وراحوا وهاي اليوم اربع سنين ما حد طفانا دايحه وما عدنا شيء وقاعدين دح فوق غير التوادر ملم منها من المقالع ما عدنا كل شيء وهسه انا نريد المعانا من الحكومه بس نريد اطفالنا ولدنا ما نريد كل شيء حيين طيبين نريدهم وهسه انا نريد من الحكومه ولدنا لاهم هم دواعش ولا كل شيء لو هم دواعش كان الهزمه ويا الدواعش ما عندهم كل شيء واحنا قاعدين ببيوتنا جو خرطوهم من بيوتهم وشتفاهم وشالهم هم وسياراتهم ما خلوا عندنا كل شيء كسروا ظهورنا وهسه انا ماكو غير النساء دايحه ما حد عندنا وشلون دحجوا الحالة علينا لا عيش الجهانه لا شيء ومن العالم تصدقنا ما عندنا كل شيء من عشيرة البنمير فاقدين 125 زلمة حتى الشيخ شاكر حميد علي نزال النمراوي شيخ عشيرة البصبخ من 6/3/2016 6/3/2016 لحد هاي الساعة أربع سنوات ما نعرف مصير زلمنا وين كلها مواليد 2099 ويعني حتى أقول لك 2003 بيهم يعني لحد هاي الساعه ما نعرف مصيرهم وين نطالب الحكومه ونطالب الجهات السياسيه ونطالب المنظمات الدوليه على كافه الجهه السياسيه ونطالب الحلبوسي ونطالب المحافظ محافظ صلاح الدين ونطالب كافه الناس المعنيه بالدوله احنا ما نريد نريد بس يثبتون صورة اشخاص هاي اللي راحت اللي لا ينتمون لداعش ولا لنا علاقه بداعش ولا مازرين داعش احنا قاعدين شايلين روايه بيض نطحن القوات جتنا قوات مشتركه حشد وطيارات وشالت الزلم من ستة 6 3 2016 لحد هاي الساعه واي معانات ما شفنا لا من الحكومه ولا من اي ناس اللي معنيه بالدوله قاعديننا جوا ناس قاعدين جوا صرايف كلها شت علينا بطانيات تبانينها بهتشول كهرباء ماكو مي ماكو شي ماكو اداره ماكو ما شفنا مسؤول بالدوله وقف وقال هذولا شنو هاي الناس شنو معاناتها شنو هاي الناس هاي الارامل شنو هاي الاتامه يعني من لحد الان هسه ما ما اريد معاناتهم ما اريد اريد بس يثبتونا مصير اولادنا وين يعني 125 زلمه لحد هاي الساعة ما نعرف مصيرهم من بحيرة الثرثار من عشيرة البنمير ستة ثلاثة الفين قوات مشتركة حتى لواء 51 وخمسين موجود وياه من عمليات صلاح الدين والله نريد ولادنا اليوم صار لهم أربع سنين من فقده وزلمتي وابني وحموايه كنا ولا عيشه لا رايحه غارة جهال برقابتنا ودايحة ما نقدر على عيشتها شنو هذن لا مسعول المرنة لا منظمة المرتنا لا شي مرتنا شنو هذن ابن احنا شنو ذنبنا ابن جوا بطانتنا علينا وزلمنا راحت لا ويا داعش ولا ويا غيره تراهم الدواع هسه يثردون وياكلون ولدنا قلعوهم شنو ذنبهم ولدنا كلهم كلها كلها اه اطفال صغار كلها خذوها دق دق الشيان بعد شنو ذنب هاي ولدنا؟ خذوها الساعة بس رد اولادنا ما رد لا معاناتهم لا شيء بس يثبتون عليهم ميتين يجيبون جنايزهم حيين يجيبونهم بالحياه على اهلهم شنو ذنبهم اليوم؟ ولد اثنين هم شهداء راحوا شنو ذنبهم؟ قصفتهم الطياره مبسط لهم بجركان بنزين واحد عمره 15 واحد عمره 12 وقصفتهم الطياره واشتلتهم وما ظل عندي استعانة غير اللي والولاد ما قدر على عيشتهم وساعدها عدل وخامة خامة ولا دمود واعش وكل شيء ما عندهم ولا لا ويا دواعش ولا ويا راحه ولا جو ولا ويا داعش ولا غيره وبرياك كل شيء ما عندهم شنو ذنبهم؟ بهالمعاملات وبهالفايلات وبهالصور وندفع ولا منظمه ذكرت لهم ولا حكومه ذكرتهم ولا إيش نسوي بهالمعاملات ونذب وما لا نعرف شنو شيء وبرياك كل شيء ما عندهم وحاطين الروايه تاني الحارهم وشو منطه طبوا ونزلوا الغراض ونزلوا الجهال خذوا السيارات والزلم ومشوا. ولدنا خذوهم ما حد نعرفهم مصيرهم ميتين طيبين ولا حد داعبين لا محافظ لا غير لا حكومة لحد الآن معكم أي مطالبة معكم من الحكومة مد لهم ميتين طيبين يريدهم يريدهم ميتين يقول ميتين مزيونين يقول مزيونين يريد واحد يجي من, أي جهة من الحكومة يجي يقولنا عليهم قال ابني صار اليوم سنتين ونص ما عنده لوين بي مدي جهة ميت مدي طيب و2000 من 2016 حد قال ما عند لوين مفقود ما اعرفه ميت ما طيب أخذهم الشرقه حد الان اي نتيجه ما جت خلاص اي خبر واحد جاني قال لي ابنك موجود ماكو ما اعرف لا حكومه لا محافظ لا غير ما حد جاني ولا حد واحد وصلنا خلاص احنا ولدنا المفقودين ما حد ربيهم لا محافظ لا غير ماكو ولا واحد قال ارتقي بيكم اذا اشوف اشوف العوائل وين ماكو احد يعني زوجي وحمواي كلهم فقدت يعني ابرياء كل شيء ما عندهم يعني نفقد أو ما ندري بهم وين ما وين يعني نريد الدولة يعني شوفوا شو, شو تسوي لنا على هالمفقودين صار لهم أربع سنين ما ندري بهم وين ما وين هذا زوجي المفقود وحمواي وأخوتي كلهن انفقدت ما ندري بيهم وين ما وين يعني أبرياء كل شي ما عندهم يعني ساكنين يعني بجزيرة ساكنين يعني يزرعون وبسماتشة وهذا كل شي ما عندهم اطلعت عليهم قوة مشتركة شالتهم والعلم بيهم. يعني صار لهم أربع سنين ما ندري بهم وين ما وين. نريد الدولة تساعدنا الدورة الزلمنا شوف وين هالمفقودة يعني تسوينا شارة وين ما وين دعا هالتامة شنون الجهال دايحة يعني النسوان دايحة كل شيء ما قالها يعني شنون المرة قدرت تعيش ما أزلمتها أو أخوانها يعني يساعدونها شيء يعني المرة ما قدرت تصير عيشتها صعبة والله الحلبوسي ولا هذا الحلبوس ما حد داعي بيهم يعني يروحون يعني تجينا أخبار من عندهم ورد يقول لها كذب ماكو الأخبار هذه أطلعوا أبرياء يعني هاي الحجر والقيمومة عين الأبلاغ كلها طلعت لهم وما ندري بهم صار لهم أربع سنين ما ندري بهم وين ما وين انفقدوا العلم بيهم والله خذاهم طلعت عليهم قوة مشتركة وشالتهم وخذتهم وهاي اللي تامة دحجلهم شلون لا لا شي يعني دايحة بالديان قال خيم شلون قاعدين بيها الشمس تضرب بينا وهالحار والظيم شف يعني شفنا ما ومآسي وراه يعني عيشتنا صارت صعبة وراه المرأة بلا يا أخوها بلا يا زوجها يعني شلون تقدر تعيش؟ ما تقدر تعيش يعني الصعبة صارت عيشتنا حال إحنا ولدنا مفقودة اللي ابن عمي واللي زوجي واللي إخوان ثلاثة هم هالثلاثة ظل غير أبويا شايب العوائل لا لها معاش لا لها شيء اللي مريض ما نقدر نوديه حتى على المستوصف وحالتنا مبهدلة وقاعدين جوا قواني الله يقبلها لا حكومة لتصد علينا لا حد يصد علينا مبهدلين اليوم اربع سنوات لا معاش ولا مرات نبات بدون عشاء اربع سنوات اليوم ستة ثلاثة الفين عشر قذتهم الغوات الامنية ما نعرف مصيرهم ما. والله اطفالنا هاي لبس ما نقدر نلبسها يعني من الناس الخيرة مرات يجيبون يعني تراثي ونلبسهم